السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة سعاد أم خديجة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم شوربة بالخضار أو شوربة البلبولة بالخضار، صحية مغذية مفيدة لفطور رمضان. كنتمنى وصفات اليوم تعجبكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبتعاليقكم الزوينه. ولا كنتوا اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. بقاو مع الفيديو وفرجه ممتعه. لا نبدا معكم بالمكونات مع طريقه التحضير. عندي هنا واحد طنجره الضغط ولا اي طنجره عندكم. عندي هنا واحد البصله يتفرموها رقيقه يسحكوها بالحكاكه من الجهه الغليظه. عندي هنا واحد الملعقه كبيره ديال الكرافس، وعندي هنا واحد ملعقه كبيره كذلك ديال القزبر اللي مقطع رقيق، ونزيد لهم واحد ملعقه كبيره ديال المعدنوس، يعني ملعقه كبيره القزبر، ملعقه كبيره ديال المعدنوس، ملعقه كبيره ديال الكرافس. عندي هنا ملعقه كبيره ديال الطماطم المركزه، وعندي واحد جوج مطيشات كبار عندي هنا محكوكين. انا بغيت هاد البلبوله بالخضار نقربها للمذاق ديال الحريره، كتجي صحيه ومفيده وفي نفس الوقت عندها قيمه غذائيه. كما قلت لكم غادي نضيف ليها دابا الخضار. عندي كورجيت محكوك، لفته محكوكه، خيزو او الجزر محكوك، وعندي كذلك حتى القرع الاحمر حتى هو محكوك. والخضار كديروا الخضار اللي كتفضلوها واللي كتناسبكم. بحال هكا كتجي البلبوله زوينه بالخضر، يعني مغذيه ومفيده وصحيه. هكا ننوعوا في الموائد ديالنا الرمضانيه، يعني مره شوربه بالخضار مره حريره. دابا عندنا نضيف التوابل. عندي واحد نصف ملعقه ديال الابزار، ملعقه دائما صغيره، نصف ملعقه ديال السكينجبير، ونضيف نصف ملعقه ديال الكركم او الخرخوم. ثم عندي واحد جوج دراسات ديال الثوم يتهرس، يعني تمعسوهم داك المعاسه اولا تحكوهم في الحكاكه الجهه الرقيقه كما درت انا. انا اكتفيت فقط بجوج دروس ديال الثومه. الثومه الا كتبغيو الثومه يمكن لكم ديروا حتى الربعه، ماشي مشكل. دابا غنضيف الزيت، زيت الزيتون. درت انا هنا تقريبا جوج معالق كبار من زيت الزيتون، اولا تخلطهم معا، ولكن من الاحسن زيت الزيتون باش تكون صحيه اكثر. دابا غادي نبدا غادي نضيف واحد رشه ديال الزعتر والملح. الملح كيبقى على حسب الذوق، والزعتر انا درت هنا الزعتر، وانتم ديروا اعشاب منسيمه اللي كتفضلوا. ونضيف الماء اللي غادي يطيب ليه اللي طيب فيه هذه البلبوله. عندي هنا انا رابعه ديال البلبوله، انا عندي هنا متوسطه اللي فزكتها واحد خمسة ديال السوايع في الماء رطبتها باش دغيا كطيب لينا، وفي نفس الوقت ما كتضرناش في الجهاز الهضمي ديالنا. كنبدا نحرك هاد المكونات غير تحريكه خفيفه، وغادي نسد عليه طنجره الضغط واحد ثلث ساعه هكا، نحسب لها منين تصفر ونطفي عليها. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البلبوله بالخضر اللي حضرت معكم. هذا هو القوام ديالها، كتجي رائعه شكلا ومذاقا، وحتى اللوينات اللي فيها كتجي صحيه اكثر. تلقاو في طبق التقديم. كيكون هذا هو شكلها بعد ما قدمتها. انا باش تبقاو دائما في اطار الصحي قدمتها او رافقتها بالتمر وبالشريحه، ثم ترافقوها يعني بالمعسلات اللي كتفضلوا. كتجي رائعه بزاف يا البنات، وصحيه ومغذيه. كنتمنى تجربوها وتعتمدوها، تنوعوا في الموائد الرمضانيه ديالكم من الشربات والحريره. كنتمنى تعجبكم وتنال رضاكم، ولا عجبتكم كنتمنى تخليو لاكبر عدد من اللايكات. ولا كنت اول مره كتدخل القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.